مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة المسائية للأخبار، وإليكم العناوين. المستشفى العسكري بجابس يشع غدا في مهامه للمساعدة على مجابهة فيروس كورونا بعد تزايد الإصابات المحلية منها بنسق سريع. موسم التخفيضات الصيفية يتواصل في أسبوعه الثاني، عزوف عن الإقبال، والمواطن يكشف عن عجز قدرته الشرائية، والباعة يشكون صعوبات مالية. قفصة تحتضن البرنامج الاجتماعي سباحة ونشاط في الهواء الطلق، تظاهرة ترفيهية لأبناء الجهات تتواصل حتى نهاية الشهر. أهلا بكم. ينطلق غدا عمل المستشفى العسكري المتنقل الذي تم تركيزه بالمستشفى المحلي بالحامة من ولاية جابس، تعزيزا لمجهود وزارة الصحة في مجابهة جائحة كورونا بعد ارتفاع عدد المصابين في المعتمدية. هذا المستشفى تم تركيزه بعد أن أمر رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوجيه طائرة عسكرية محملة بنحو 15 طنا من الخيام والتجهيزات والآلات الطبية والمخبرية والأدوية. تم تركيز المستشفى العسكري المتنقل بالمستشفى المحلي بالحامة، وسينطلق في العمل بداية من يوم الغد. هذا المستشفى المجهز بمخبر للتحاليل الجرثومية سيساعد على التقصي النشيط للحالات المصابة بفيروس كورونا وعلى تحسين الخدمات الصحية. باش نعملوا التحاليل في الإبان، هذه حاجة مهمة برشا، وباش نقص شوي في الوقت نتاع الانتظار نتاع النتيجة نتاع التحاليل هذوما. هذوما يظهر لي دو كومبوزونت اللي هما باهين برشا ومهمين برشا في الاستراتيجية نتاعنا. هذاك علاش تم التعاون وتنسيق وتناغم تام ما بين وزارة الصحة وما بين وزارة الدفاع، وفي كل بقعة مش كان هنا ركزنا المستشفى هذي. انتظارات العاملين بالمستشفى المحلي بالحامة وأهالي المنطقة من هذا المستشفى كبيرة، والكل يحرص على توفير الظروف الملائمة لعمله. المستشفى العسكري باش يعاوننا باليدي باليدي، معناها باش يعمل لنا أكثر عينات بحول الله إن شاء الله، نقولوا خاطر الناس توجيهتنا حتى اليوم بحول الله يبدو غدوة، وجايبين لنا معدات وجايبين لنا أدوية وكل شيء إن شاء الله باش يعاونونا، خاطر احنا إمكانياتنا حتى شيء ما عندنا شيء تو. احنا ان شاء الله ما تو انطلقنا في التنظيف نتاعنا نتاع المستشفى وتعقيم، وان شاء الله انا في خدمه الحامه معناها، وانت لقانا في الحامه انا موجودين. وكو في الحامه الكل يشتكي من تدهور البنيه الاساسيه للقطاع الصحي، وجميعهم يطالب بالنهوض بهذا القطاع. من جهة أخرى، استقبل مركز الحجر الصحي بالمهدية فجر اليوم حافلة تقل 31 مصابا بفيروس كورونا المستجد قادمين من ولاية جابس، التي تشهد بعض مناطقها ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة. وسيتم وفق المكلف بمتابعة جائحة كوفيد 19 بالمهدية سمي الأحول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء التعهد بالمصابين ومتابعة حالتهم الصحية رغم النقص الفادح في الأطباء، متوجها بنداء إلى كافة الأطباء من مختلف ولايات الجمهورية للانضمام إلى الفريق الطبي بالمركز الذي انطلق اليوم في نشاطه. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية سمير الأحول. سيد سمير الأحول، مساء الخير. إذن هل من فكرة عن هذه الوحدة التي ستدعم جهود مركز الكوفيد بالمهدية؟ مساء الخير لكافة مستمعيكم. في إطار متابعة الجهود الولايات الضعف في مجال مكافحة جائحة الكوفيد 19، تم في فجر هذا اليوم في حدود الساعة الثانية والنصف صباحا استقبال أول وفد من جابس، 31 مصاب تم إيواءهم بمركز الحجر الكوفيد بليس بالمهدية. والان احنا بصدد تباعا بصدد تامين باش نعاودوا باش نستقبلوا في الساعات القليله القادمه عدد لا يقل عن 130 140 شخص اخر، وتم على الاقل اربع ولايات من ريانه من كيف من قروان، يعني ثم عدد قاعد قادم في الساعات القادمه. كل هذه الاستعدادات حديثه من ناحيه تنظيميه ومن ناحيه تكتيكيه للتامين التعهد لجميع القادمين. ثم نقطة حبيت نثير ونأكد عليها، حتى ثم فريق هو على عكس ما كان قاعد يأمن في جميع الخدمات الصحية، لكن هل من تبع اعتبار ثم نقص في إطار تأمين الحصص المستمرة خاصة للأطباء
ولهذا هذا نداء عاجل ونداء اكيد ونداء مؤكد وملح الى جميع الاطباء في كامل جهات الجمهوريه في القطاع الخاص او في القطاع العام ليقدموا المساعده لتامين حصص الاستمرار، وحصص الاستمرار هذه ترضخ للترتيب اكيد وللاجراءات المعمول بها في مجال الاستمرار. هي ماهيش هو نعم هم متطوعين قليل لكن بمقابل مادي لتغطيه الاستمرار. مع الشكر الجميع لكل يقدم يد المساعده في اللحظه هذه الدقيقه والهامه بالنسبه للوضع الوبائي في البلاد. نعم السيد سمير لحوى المدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، شكرا جزيلا لك، ونعتذر مشاهدينا على رداءة الصوت من المصدر. ووفقا لوزارة الصحة فقد تم اليوم تسجيل 84 إصابة بالكوفيد، 81 منها محلية وثلاث إصابات وافدة، وبذلك يصبح العدد الجملي للإصابات 2107 إصابات مؤكدة. أما بخصوص الوضع الوبائي في الكاف فقد أفادت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم بتسجيل إصابة امرأتين بفيروس كورونا، وذلك بعد صدور النتائج المخبرية التي أجريت عليهما والتي وردت إيجابية. وقد تلقت الامرأتان العدوى من أحد أفراد العائلة الذي عاد مؤخرا من إحدى الدول الأوروبية، وظهرت عليهما أعراض الإصابة بالفيروس، الشيء الذي دفع الإدارة الجهوية للصحة إلى وضعهما في الحجر الصحي إلى غاية صدور نتائج التحاليل المخبرية عشية أمس السبت. كما سجلت ولاية مدنين إصابة جديدة بفيروس كورونا بمعتمدية جرجيس، جاءت من بين 41 نتيجة تحليل من مخبر كوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق، في انتظار نتائج 190 عينة أخرى منها 159 عينة لتونسيين عائدين من ليبيا هم في الحجر الصحي الإجباري وفق كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين. وستنطلق الإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين الثلاثاء المقبل في عملية مسح شامل للتقصي حول فيروس كورونا بمنطقة ستوكويش وتطويق حلقات العدوى التي سجلت بالمنطقة. وفي إجراء استباقي للحد من انتشار فيروس كورونا سيتم في مدينة بنزرت إيقاف كل الرحلات السياحية على متن الحافلات المتوجهة إلى مختلف شواطئ الولاية المنظمة منها أو غيرها، وذلك بداية من يوم الأربعاء المقبل. ووفقا للسلطات الجهوية بالولاية فإن القرار يهدف إلى تأمين أهالي ومتساكني الجهة وكذلك الزوار من مخاطر الإصابة بهذا الفيروس، خاصة بعد أن رصدت مختلف الأجهزة الرقابية الجهوية منها والمحلية غيابا تاما لكل مظاهر الالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي الواجب من قبل هذه الرحلات. في موضوع آخر، وبعد انقضاء الأسبوع الأول من موسم التخفيضات الصيفي، كيف يقيم أصحاب المحلات والمواطنون عملية العرض والطلب؟ جولة في بعض المحلات بمدينة المنستير ووقوف على أسباب تراجع الإقبال مقارنة بالسنوات الفارطة ومتابعة لعمل الفرق الاقتصادية خلال موسم التخفيضات. 80 محلا تجاريا لبيع الملابس الجاهزة والأحذية والهدايا والأثاث والتأثيث انخرطت منذ أسبوع في موسم التخفيضات بجهة المنستير، فهل تحسنت مداخل التجار؟ وهل استطاعت هذه التخفيضات من استقطاب الحرفاء؟ احنا عملنا 20% كل شيء، مس نسينا كل عام فما خدمة فما حركة كل شيء، مس ما فماش طايح ما عادش فما كحرفاء يجيو كالعادة. موسم دراسي جاي، عروسات، كورونا، عبيد ما خدمتش كل شيء، معناها حتى اللي عنده يقول لك ما عنديش وقد قد، أما مضطر العبد يشري مثلا كان مشيش زوز قطعات يشري قطعة بركة، في عوض مش يشري حاجة متاع 12-30 يشري حاجة متاع 15 هذا إذا موجود بيان سور. حسب تشوفوا دراهم أنا ظروف البلاد تعب شوية، عيد كبير ورونتري سكولير وكورونا، وزاد عبيد خايفة شوية من الفيروس هذايا، في البوتيك فارغ تراو في العباد ديجا مش مقبلة كما ما ننتظروا احنا. دورنا في البوتيكات فما أسعار في المتناول وأسعار مش في المتناول. بالنسبة للأحذية فما أسعار مش معناها أسعار كذبة. معناها في اسعار فقبل السول السوم هذا معناها ترى السوم هذاك وبعد تلقاه السوم هو بيدو ولا زيادوا فيه. والله بالنسبه للي بدا السول فما اقبال تاع كليونات
توا ممكن دي ميمون هذوما ينقص شويه خاطر تركز الاولويه اغلبيتها على الرونتري سكولير، باش يخلي يزيد يكثر الشواء اكثر على الرونتري سكولير باش ينجم يشري مستلزمات نتاع صغار الكل. موسم تخفيضات صيفيه تابعته فرق المراقبه الاقتصاديه وسجلت عده مخالفات. منذ انطلاق الموسم تم تسجيل 17 مخالفه اقتصاديه تعلقت بشفافيه المعاملات التجاريه، الفوتره، وعدم احترام الترتيب الجاري بها العمل في مجال التخفيضات، اللي هي عدم اعتماد التصريح، عدم اعتماد التأشير الثنائي، وكذلك عدم اشهار الاسعار، عدم تقديم الفاتورات عند اول طلب. مقارنه بالموسم الفارط معناها ثم انخفاض كبير حتى في عدد التجار اللي انخرطوا، نظرا للازمه اللي تعاني منها البلاد، ازمه الكورونا هذه اثرت حتى على القدره الشرائيه للمواطن. ورغم التخفيض لا تزال اسعار البضائع المعروضه لا تتماشى مع المقدره الشرائيه للمواطن، مما سيجعل الاقبال ضعيفا. وفي قفصة ينظم أحد النزل بالجهات تظاهرة تحت عنوان سباحة ونشاط في الهواء الطلق لإضفاء بعض الحركية الثقافية والتنشيطية التي يفتقدها أبناء المناطق الداخلية في ظل غياب الفضاءات الترفيهية. فقرات متنوعة للسباحة الحرة والألعاب المائية واللوحات الراقصة تضمنها البرنامج الجهوي سباحة ونشاط في الهواء الطلق الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة لفائدة رواد دور الشباب بمختلف معتمديات الجهة. حقيقة الصغيرات يستمتعوا بالسباحة ويستمتعوا أيضا معناه أنهم يخرجوا ويشوفوا أيضا، خطر هذا متنفس وحيد بالنسبة لبعض الشباب اللي موجودين يعني على مستوى المعتمديات وأيضا النوادي الريفية. الحقيقة يستمتعوا بالسباحة في النزل، وإحنا أيضا نوفر لهم إطار متمكن وأيضا إطار يعني يعاونهم على كل الحاجات اللي موجودة سواء في السباحة أو اللعب. اليوم جينا لهنا عملنا جو مش نورمال، عملنا برشا لعب مع الكوتشوات وإن شاء الله توفر لنا برشا حاجات باش نعودوا ديما نخرجوا كيف كي. هي حاجة باهية، منها سبور باهي للعبد ومنها تشجيع لنا احنا باش نزيدو نخدمو بيه، يعني حاجه تاع ترهيد محلاها على الاخر. شركتنا تمثلت في عرض لنشاط الكاراتيه ثم اسست بما يسمى حصه ولا كور دو دونس في المسبح. انشطه ترفيهيه وتثقيفيه انطلقت منذ 27 من جويليا المنقذي تستهدف قرابه 2000 شاب وشابه من الوسطين الريفي والحضري، استمتع من خلالها الشباب المشارك في هذه الاجواء الصيفيه الحاره وخفف عنهم البعد عن الشواطئ والمناطق السياحية بإشراف مرافقين ومؤثرين وفق برنامج وطني وضعته وزارة الشباب والرياضة. في ولاية قصة ما عندناش وين نمشوا، لذلك حاجة سمح أنهم نبدو نعوموا هكا، وديما ماذا بينا فعاليات كهكا وتنشيطات أحسن وإن شاء الله ديما هكا معناتها كان جمرة أخرى إن شاء الله هكا. الشباب جابونا لهنا تفرهدنا يعطيهم الصحة، عملنا جو، جينا من حول واد بالخي عملنا جو يعطيهم الصحة وتفرهدنا، جينا عمنا وتفرهدنا في البيسين ولعبنا برشا لعاب مع الكوتشوات وعملنا جو. برنامج سباحة ونشاط في الهواء الطلق المنتظم بمسبح أحد نزل الجهة لا يزال متواصل إلى غاية 27 من أوت الجاري وفق رزنامة ضبطتها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة تشمل مختلف دور الشباب بالجهة بما فيها دار الشباب المتنقلة. فنون تشكيلية وتلوينات فسيفسائية متعددة على إيقاع الموج واللون الأزرق تشهدها المهدية في سياق مهرجانها البحري في تظاهرة سنوية تعد من تقاليد الجهة. الأزرق لا حدود له هو عنوان سمبوزيوم عيد البحر للفنون التشكيلية الذي احتضنته مدينة المهدية واشتمل على بعض الفقرات والورشات الفنية موزعين على عديد الفضاءات منها جمعية صيانة المدينة ونادي التعاون. احنا لهنا نعاونوا في كل ما هو إبداعات ثقافية، كل ما هو مسرح، كل ما هو موسيقى، كل ما هو إبداع. ورشات للفسيفساء وأخرى للرسم والنحت أثاثها مجموعة من الأطفال والمواطنين إلى جانب مشاركة أكثر من 30 رساما من مختلف الولايات. أجواء بحر متوسط أولا، أجواء البحر
بالحق لا فيد لا ميغ اجواء البحر، الامبيونس بين الفنانين بين المنظمين بين الثقافه الخاصه بالمهديه الباتريمون نتاع المهديه. ديما الملتقيات هي فرصه كبيره للفنانين باش نتقابلوا نخدموا مع بعضنا نشوفوا تجارب بعضنا. المتحف الجهوي بالمهديه كان ايضا فضاء اخر لمعرض مبدعات الفن التشكيلي والذي اقيم بمناسبه الاحتفال بالعيد الوطني للمراه. المعرض كما تشوف فيه متنوع، فيه برشا اساليب تقنيه، فيه برشا الوان برشا اشكال مختلفه. هي سي لا ناتور مورت، معناها الحقيقه انا معناها شهر خدمه ما زلت ديبيتونت، اكتشفت في روحي موهبه وان شاء الله نسقلها ونوصل نام تابلويات خير من هكا. بالنسبه للمشاركه نتاعي كما تراو هي تتمثل في ان تابلو تيبيك، معناها دوبل تابلو اون بوا تكنيك اللي هو ريزين ميروار. الحقيقه هو سيتون هي تجربه جديده وبين التجارب الكبيره اللي خذتها، حاولت من خلالها نعمل اون بروجيكسيون على الكره الارضيه من خارج الاتموسفير يعني من خارج الكون. كما تم تكريم بعض الفنانين على غير عبد السلام الكسراوي وخليفه عبوده. نعمل الكنحت، نعمل الزيتي، عملت شويه سيراميك زاد مغروم بالمسرح. تنجم تقول الفنون الكل تستهويني، كل نهار لابد من نخرج على البحر وعلى امتداد البصر نعيش لحظات حرية لا مثيل لها. منظر هذاك يلهمني ويشفي غليلي من الحرية اللي ربما ما نلقاهاش في الوسط الحقيقي. ولأن البحر هو ملهم هؤلاء الفنانين الذين اجتمعوا في مدينة المهدية، كانت إبداعاتهم مرآة تعكس لا فقط عشقهم للريشة وللألوان بل أيضا للطبيعة بمختلف تجلياتها. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. المستشفى العسكري بجابس يشرع غدا في مهامه للمساعدة على مجابهة فيروس كورونا بعد تزايد الإصابات المحلية منها بنسق سريع. موسم التخفيضات الصيفية يتواصل في أسبوعه الثاني، عزوف عن الإقبال، المواطن يكشف عن عجز قدرته الشرائية والباعة يشكون صعوبات مالية. قفصة تحتضن البرنامج الاجتماعي سباحة ونشاط في الهواء الطلق، تظاهرة ترفيهية لأبناء الجهات تتواصل حتى نهاية الشهر. ونشير في الختام لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.